للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحسن الديري، رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس لجنة التعليم بغرفة التجارة والصناعة. بعد التحية، ما هي الأسباب الحقيقية أو الإنجازات التي وقفت وراء اعتماد البحرين كمقر دائم للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ أهلا وسهلا أخي سهير، وجزيل الشكر لكم جميعا. وحقيقة في البداية يطيب لي بعد شكر الله عز وجل أن أبارك وأهنئ القيادة الرشيدة والبحرين حكومة وشعبا، وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى محمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظهم الله جميعا، ونهدي لهم جميعا هذا الإنجاز العالمي المتميز حقيقة، واللي يأتي لجملة من الإنجازات الدولية اللي حققتها مملكة البحرين، فهو ليس بمستغرب وهو شاهد على ما يليه المجتمع الدولي من أهمية بالغة لمملكة البحرين. نعم. حقيقة اختيار مملكة البحرين كمقر دائم للاتحاد العالمي للمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليونيزمو هو تتويج لما توليه حكومة مملكة البحرين من أهمية بالغة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وشتى الجهود المبذولة عبر السنين في هذا المجال، وهذا طبعا هو مثل ما ذكرت يأتي كتتويج لهذه الجهود، واللي البحرين حقيقة والبحرينيين يمتلكون خبرات واسعة لا يستهان بها في هذا المجال، مجال التنمية الاقتصادية الشاملة وترويج الاستثمار والتجارة الدولية، إضافة إلى مجال ريادة الأعمال، وأعتقد من نجازة سمو ولي العهد لريادة الأعمال هي خير شاهد على ذلك، إضافة إلى النموذج البحريني لريادة الأعمال اللي طبعا بالتعاون مع منظمة اليونيدو والمطبق في كثير من دول العالم. نعم. هذا بالإضافة طبعا لما تقوم به الجمعية جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية من تنظيم المؤتمر السنوي لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي دعبت عليه طبعا منذ العام 2010. هذه كلها جهود حقيقة مجتمعة تتوج مكانة مملكة البحرين العالية في هذا المجال. نعم دكتور، إذا نتكلم عن أهمية هذا الإنجاز في النهوض بالاقتصاد الوطني، طبعا ما هي النتائج الإيجابية التي قد تطرأ طبعا على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة؟ طبعا هذا الاتحاد العالمي واللي أتى طبعا ضمن أهم توصيات الملتقى السنوي الثامن اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة اللي طبعا انطلق في البحرين في شهر يونيو، هو طبعا يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، وإيجاد بيئة من التشابك واحتضان كل الطاقات في مجال ريادة الأعمال والقائمين على مؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هو يعمل على التشبيك كل الجهود وتعظيم الاستفادة، وأن يكون هناك كمنبر يتحدث بصوت هؤلاء أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال، ويعمل على بحث آليات التوعية بالدور الحيوي والهام للمؤسسات الصغيرة، وإيصال صوتهم وتطلعات رواد الأعمال إلى قادة الدول وصناع القرار حول العالم. نعم الدكتور عبد الحسن الديري، رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس لجنة التعليم بغرفة التجارة والصناعة، شكرا جزيلا لك.